ميلاد هذا الوطن يرجع إلى 1600 قبل الميلاد، وتدلل على ذلك النقوش التي خلفها وراءه. مواقع ما بات يعرف اليوم بأرض اللبان مع مواقع أخرى كمقابر بات الأثرية وقلعة بوهلة التي يعود تاريخ بنائها إلى عصور ما قبل الإسلام، تم إدراجها في سجل قائمة التراث العالمي من خلال المنظمة العالمية اليونسكو، إضافة إلى إدراج 5 أفلاج عمانية إلى هذه القائمة. كانت الحاجة الماسة للمياه ملحة، فجلب الماء واستخراجه من مكنونات الأرض عد صنعة برع فيها العمانيون قديما، فحفروا الأفلاج. قال هيرودوتس إن مصر هبة النيل، نستطيع القول إن عمان هبة الأفلاج. الأفلاج العمانية هي أساس الحضارة في هذه المنطقة، وهذه الأفلاج يمتد تاريخها إلى المئات من السنوات، بعضها يعود إلى 1000 سنة قبل الميلاد حسب الدلائل التاريخية التي اكتشفت مؤخرا في مناطق مختلفة من سلطنة عمان. وتصنف الأفلاج إلى 3 أنواع بحسب مصدر المياه، فهناك الأفلاج الغيلية التي تتغذى من مياه الأودية، والأفلاج العينية والتي مصدرها العيون المائية، والأفلاج الداودية أو العدية، وهي أكثر الأفلاج تعقيداً إذ لابد من حفر الأنفاق تحت سطح الأرض والتي قد تمتد إلى عدة كيلومترات. يعد الفلج نظاما مائيا فريدا من نوعه، حيث يشق طريقه في قنوات تروي القرى الزراعية والبساتين، ويتقاسم أهاليها حصة متفقا عليها من مياهه، وذلك بحسب دورة الري، وهي الفترة اللازمة كي يروي جميع المزارعين مزارعهم، حيث يستخدم بالنهار الساعة الشمسية أو ما يطلق عليها محليا بالمحاضرة. المحاضرة أو يعني الصبح عضلت الصبح نجي هنا الجامع، والعصر عضلت الرايح نسوي زورة من صفر ومنهار عشر وخطف لين منهار ثلاث للبجوة، والسايح صباح بدري من جنكخ شمس هناك في ذلك قبل كان رد السايح، وفي الليل على النجوم نحضر النجوم، نجم 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 في عذر ونجم في عذرين ونجم في ثلاث ونجم في نتثر في المنصف نكرسين النجوم ونعرف من واحد واحد نيرين والردد رد رده. كل يوم تقسم إلى 48 قسم يسمى أثر، فالأثر نظريا يعادل تقريبا نصف ساعة. هذا الأثر أيضا قد يقسم إلى أقسام أصغر وأصغر وأصغر، يعتمد طبعا على عدد المساهمين وعلى نوع الفلج وحجم الفلج وما إلى ذلك من عوامل. عند بزوغ نجم وظهور النجم الآخر هذه الفترة الزمنية قد تكون من أثر إلى 3 آثار. بعد ذلك ممكن تقسيم الفترة ما بين النجوم الرئيسية إلى فترات أقصر بنجوم أخرى تسمى النجوم القواسم، وطبعا أسماء هذه النجوم تختلف من قرية إلى قرية في سلطنة عمان. معنى النثر أنا بيقبل شوي النثر والكليد والقلب والحادث والشيكين والقرينين والطاير والغراب واللدم والحادث والسعد والنجيمات والنجم معني والفرقد. انت حالك انت حالك قضية ربع طلع نجم فلاني من مكان فلاني من علي وبلاد وهنا بلاد من علي وحارق طلوع ومن هنا حالك باعين أثر من جر حاله وأثر نبوعه. في نظام التوقيت بالنجوم نظام معقد جدا جدا ويلزم حفظ الكثير من التفاصيل. لعمق التجربة الإنسانية في أنظمة الأفلاج العمانية، ولأنها لا تزال الأنظمة الوحيدة في العالم الموجودة كما كانت عليه قبل مئات السنين،
لهذا السبب أدرجت اليونسكو 5 أفلاج عمانية على قائمة التراث العالمي. فلاج دارس بمحافظة الداخلية مهمته أن يروي 60,000 نخلة، الفلاج الأكثر امتداداً والأكبر حجماً والأهم بين الأفلاج العمانية. تكمن أهميته أن له ساعدين اثنين، يبلغ عمر الساعد الصغير منها أكثر من 1000 عام والذي بني قبل الإسلام، بينما الساعد الكبير فله من العمر 500 سنة. يعتبر فلج الخطمين من الأفلاج الداودية بمحافظة الداخلية، ويبلغ تدفقه 2000 لتر في الثانية. ارتبط شق هذا الفلج وتشييده ببناء قرية بركة الموز ليكون رسول مياه بين بيوتها. يعرف عن هذا الفلج كرمه في غزارة مياهه. خمسون متراً تحت سطح الأرض هو عمق الفلج المسمى بالميسر، ويعتبر من الأفلاج العدية، وهو من أهم الأفلاج بولاية رستاق ذات التدفقات الكبيرة، حيث يبلغ الطول الإجمالي لقنواته 5783 متراً. فلاج الملك بولاية إسكي أحد أهم الأفلاج العمانية، والتي تتدفق مياهه لتروي الولايتين أدم وإسكي. تتشارك الولايتان حصتهما من الفلج، فإحداها تكتفي بمياه الفلج العابرة بسواقيها من الفجر إلى الليل، والأخرى من الليل إلى الفجر. بين المناطق الجبلية الوعرة لا يخيل إليك أن تلتقي بفلج، فلج الجيلة في ولاية صور، وهو أحد الأفلاج العينية والذي يغذي مياهه وادي شاب، ما يجعل هذا الفلج استثنائيا في قدرته الكبيرة على التدفق طيلة العام. إن هذه المباني التاريخية الضخمة بجانب توفيرها للحماية لعبت دورا حيويا في التعريف بتاريخ عمان، كونها تقف كنقاط التقاء للتفاعل السياسي والاجتماعي والديني، وكمراكز للعلم والإدارة والأنشطة الاجتماعية، وغالبا ما تكون متكاملة مع أسواق تضج بالحيوية والحركة، ومساجد وأحياء حرفية وسكنية جذابة التي توفر لزائر اليوم فرصة فريدة لتجربة ومعايشة التاريخ. هذه القلعة الأثرية ليست مجرد بناء، فهي صرح تاريخي ضخم يقف شامخا فوق تلة يبلغ ارتفاعها 150 مترا فوق السهل. الموقع مبني في تلة صخرية، التلة الصخرية أساسا مرتفعة وسط الواحة، فكيف يعني الشخص يتصور مبنى ارتفاع 24 متر في تلة صخرية من الطين، وبعمارة عمانية جميلة يعطيه خصوصية عن باقي القلاع العمانية. قلعة بهلة تتصف بالجمال في تصميمها المعماري، كونها الأكبر مساحة والأقدم نشأة بين القلاع العمانية، حيث يعود تاريخ بنائها إلى 1000 قبل الميلاد. أقدم أجزاء
قلعة بهلة يعود إلى فترة ما قبل الإسلام في الجزء المعروف بالقصبة، وهنالك أجزاء أخرى تمت إضافتها في النصف الثاني من القرن السابع عشر أو في فترة اليعارضة، واستمرت أعمال الإضافة بها في فترات متلاحقة أخرى. باقي مرافق القلعة استعملت كسكن لعساكر الوالي بشكل رئيسي. ويحيط بالقلعة سور يمتد لمسافة 13 كيلومترا تقريبا، ويمتاز بشرفاته واحتوائه على فتحات إطلاق النار وبيوت الحراس، كان قد صمم لأغراض الدفاع. القلعة القديمة أو القصبة هي الجزء القديم من القلعة، وتقع في الزاوية الجنوبية الشرقية. يعلو زواياه الثلاثة أبراج شاهقة، وله بوابة من جهة الشرق سميت بالبوابة القديمة. ضمت قلعة بهلة لقائمة التراث العالمي في عام 1987 للميلاد. فبعد أن تم الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة، تعود قلعة بهلة إلى النور. بدأت أعمال الترميم في عام 1992 وانتهت في عام منتصف 2012 ميلادي. ترميم المباني الطينة بحاجة إلى عناية فائقة وأيضا متابعة من قبل مركز التراث العالمي في باريس، ولذلك لابد من وجود اشتراطات دقيقة، ولابد من وجود معايير في عمليات الترميم، وأخذ أحيانا بعض الموافقات من قبل مركز التراث العالمي. في بعض الفترات أيضا توقفنا لوجود أعمال حفريات واكتشافات أثرية مفاجئة في الموقع، ولذلك كان لابد من العناية الفائقة بالمواقع الأثرية أو بالاكتشافات الأثرية التي تمت في الموقع، وخصوصا في الجزء القديم المسمى في القصبة. ولا شك أن القلعة ببعدها السياحي والتراثي ينتظر أن تكون وجهة للسياح ومقصدا حيويا لقراءة التاريخ عبر حقبه التليدة. على بعد 290 كيلومترا من محافظة مسقط، وبالتحديد شرق ولاية عبري في منطقة الظاهرة، تقع مدافن أثرية يعود تاريخها للألف الأول قبل الميلاد. It is very usual to see a few tombs here, a few tombs there, but here we have nearly 400 tombs, all within just the UNESCO boundaries. Outside of UNESCO, I found up to 1,000 tombs in this area, dating from the 3rd millennium BC, so 5,000 to 4,000 years ago. And in this sense, Bot is unique in that we can see all parts of life in the 3rd millennium BC here in one place. هذه المدافن كانت لشعب بات الذي سكن المنطقة، حيث بنوا بيوتا وقصورا ولم يبق منها سوى هذه المدافن. وما يلفت النظر في بناء هذه القبور التقنية الفريدة المتبعة في تغطية السقف القبي الشكل بالحجر الكلسي، وتقسيم القبر إلى حجرتين أو ثلاث. كل ذلك كان تعبيرا ماديا عن معتقدات دينية انعكست في بنائهم لهذه المدافن. You can see that space was important for interring the dead for at least a millennia. That means Bot has been important basically for the last 5-6,000 years, which is pretty impressive. Still important today. Yeah, and unlike a lot of sites, really shows that continuity for thousands and thousands of years. And so it's a really important way of understanding how things have changed over time in a way that's not sort of disparate when you're looking at one site versus another, that are coming from different periods. So in addition to studying the
settlement and the tower, the monumental towers, we can understand the health of the people and what they interred their loved ones with, and how, at what age they died, and how often children died, what age men died, women died, and understand how life changed. أسلحة حديدية ونحاسية، خناجر وسكاكين ورؤوس سهام وجدت في مدافن تخص الرجال، بينما حوت مدافن النساء على أوان حجرية عميقة وقارورات فخارية لحفظ السوائل ذات الكثافة الكبيرة كالعطور وبعض الحلي للزينة. So we don't exactly know the purpose of these towers, but they are huge, 20 meters in diameter, often very tall, made of stone, very big monuments of some sort. And they only have 60 of these on the Oman Peninsula. Usually, there is maybe one or two of these towers in one location. Sometimes there's three or even four. Bat has somewhere between 5 and 7 just in the Bat village. And just outside of Bat, there are 4, 5, 6 more. So that makes this area one that is very special because we can compare what is happening with the tombs and with the towers. But there's still more. Not only do we have the dead and the ritual spaces, but we also have where the living are. We have settlement, places where the houses and people lived. This is just between the tombs and the towers. The earliest towers are made not from stone, but from mud brick. And inside the towers, there are wells or bir. Then they decided that whatever it was about this well and about this structure that was important, it was so important they would make it even bigger. After this, they decided still more important, and they put a wall of stone around it and more walls outside to make it even more impressive. And then finally, they added an even bigger stone wall. And although this doesn't seem like that's a very important thing, what we see then is one of our few opportunities to see how their ideas change and how this particular place becomes more and more important. تجرح جذوع هذه الشجرة ويقصد به كشط القشرة الخارجية لأعضائها وجذوعها. أيوة حلي الآن هقبيرش أيوة حلي لو جاونش حيهومش أيوة حلي وحال هينش أيوة حلي وهكذا قدريرش أيوة حلي الآن هقبيرش الشجرة تجي عند الأشجار هذا كيف تعرفين البان اللي ذا تقبير تعرف 4 محلات أو 5 يجي البن منهم كله يجي البن كله سيد ولك إذا كثرت تيابس شجرة وتروح عليك. ويتلو هذه الضربة نضوح سائل لزج حليبي اللون سرعان ما يتجمد فيترك هكذا لمدة 14 يوما تقريبا. وبعد مرور أسبوعين ينضج السائل اللبني ذو النوعية الجيدة لتبدأ عملية الحصاد والتي تستمر لمدة 3 أشهر فالشجرة الواحدة تنتج حوالي 10 كيلوغرامات من اللبان. بعد 10 أيام ترجع ثاني مرة تخليهن 10 جلبان هذا يكون لكن ما هو يكون بكثرة لكن ثالث مرة بعد 30 يوم معناتها تحصل فيها البان واجد وتحصل يمكن 1 أو 2 هذا الأشجار تفترضن هذا هنا هذا الشذر هذا ومن عندما يجي الخريف يكون أسود البان لكن في البادية شوية يكون محتاج هذا كله أبيض البان هنا خريف ما يجي زين يجي أسود هنا يجي الخريف هذا أبيض زين. وادي دوكا
يمثل نموذجا للمناطق التي تنمو فيها شجرات اللبان، وفي إطار تنمية الوادي وزيادة أعداد أشجار اللبان يجري حاليا تنبيت 5000 شجرة لإيجاد التوازن في المساحات التي لا توجد بها كثافة أشجار في الوادي بسبب الأضرار البيئية المختلفة، لتكون بذلك محمية طبيعية لأشجار اللبان، وقد سجلت في قائمة التراث العالمي لتكون ضمن مواقع طريق اللبان. اعتماداً على صور الأقمار الاصطناعية، أمكن التعرف على بعض معالم باهتة لطرق قديمة على أطراف الربع الخالي. التقطت بعض الصور لهذه المنطقة، ووجد الباحثون في الولايات المتحدة يعني نقطة ارتكاز تنطلق منها مجموعة من الخطوط. اكتشف أن تلك الخطوط التي تخرج من تلك النقطة كانت هي عبارة عن خطوط تجارة اللبان أو بقايا طرق القوافل القديمة التي كانت تنطلق من شصر إلى مناطق أخرى من شبه الجزيرة العربية. إضافة إلى تحديد وجود 30 كيلومترا من معالم الطريق بين الكثبان الرملية على امتداد السهول، كشفت المسوحات الأثرية التي تمت في بداية التسعينات في منطقة شصر عن وجود مدينة ذات حضارة عريقة كانت ملتقى التجارة والطرق البرية ما بين الجزيرة العربية وبلاد ما بين النهرين والعالم القديم، مدينة أوبار التاريخية، والتي جاء ذكرها في الكثير من الكتب والخرائط القديمة. ومنذ بداية التسعينات من القرن الماضي عملت البعثات الأثرية لمسح الآثار بالسلطنة في هذا الموقع، والذي يشكل لغزاً لاختيار تلك الحضارة لهذه المناطق الصحراوية. قد تكون هذه الصخرة المنهارة من الحجر الجيري هي الحل لهذا اللغز، والتي توفر مصادر المياه في هذا الموقع، وهو السبب في جذب الاستيطان البشري لهذا الموقع منذ وقت بعيد يزيد عن 7000 سنة. هناك تتجمع القوافل لأنه النقطة الوحيدة تقريبا اللي فيها الماء عذب صالح للشرب، فعشان كذا تتجمع القوافل هناك، وتم مقايضة اللبان بمواد أخرى كمركز تجاري، ومن ثم تنطلق القوافل من شصر وبار إلى عبر طريق الربع الخالي، طرق القديمة الربع الخالي، حتى وصولا إلى جدة على البحر الأحمر، ومنها أيضا قوافل أخرى تتجه باتجاه الغرب بناحية اليمن إلى ميناء قنا في اليمن، وإلى شبوة وحضرموت وتلك الأماكن، ويصدر أيضا عن طريق تلك المواني إلى أماكن أخرى من العالم يعني. من على ظهر الجمال لظهر سفينة شراعية ينقل اللبان من ميناء يسمى سمهرم. حكاية هذا الميناء تمتد إلى 24 قرنا، فقد كان حلقة وصل بين عمان والعالم الخارجي، وجد لتحكيم السيطرة على تجارة اللبان التي شكلت مصدر دخل مهم لسكانها. هذا الموقع متميز جدا، لعب دور مهم جدا في تاريخ تجارة اللبان، أشار إليه بطليموس وتكلموا عنه الإغريق في فترات يعني متقدمة، والرومان أيضا والصينيين، وكان يعني يسمى شاطئ البخوع، ومنه كانت تصدر كميات كبيرة جدا من منتج اللبان إلى بلاد ما بين النهرين وإلى الهلال الخصيب وإلى فارس وإلى أيضا مصر القديمة وإلى الصين وإلى دول حوض البحر الأبيض المتوسط كالرومان والإغريق، كانوا يستوردوا منه كميات كبيرة جدا يعني. وكشفت التنقيبات عن مدينة أشبه بمدن الخيال، مدينة ذات أعمدة وسور ضخم يحيط بها وأبراج دائرية تقبع في زواياها الثلاث. كانت هذه الآثار آثار مدينة البليد.
هذا الموقع كان نشط جدا يعني في العصر الحديدي كما تذكر بعض المراجع التاريخية، واستمر نشاطه حتى إلى القرون الوسطى، حتى لفترة الدولة العباسية، وكان من أهم المدن المطلة على بحر العرب في جنوب الجزيرة العربية، وكان أيضا يصدر بالإضافة إلى اللبان كان يصدر الخيول. تم اكتشاف في الآونة الأخيرة سور، امتداد لسور المدينة على الواجهة البحرية، وهذا السور يحتوي على 3 بوابات ضخمة كبيرة، وأيضا هناك حوالي 17 برج حراسة متصلة بالسور مباشرة. يتألف قصرها من أكثر من 4 طوابق، وكان يستخدم مسكنا للسلطان ومركزا للحكم أيضا. وفي زيالة الرحالة الشهير ابن بطوطة للبليد أشاد بضخامتها المعمارية، وأن القادم إليها يستطيع لمحها من مسافة بعيدة. الآثار التي يتم العثور عليها اليوم في هذا في موقع شصر أو في وادي دوكا أو في سمهرم والبليد هي عبارة عن مواقع تؤكد بشكل واضح جدا على أن اللبان لعب دور كبير في ربط جنوب شبه الجزيرة العربية مع مناطق أخرى من العالم القديم، مناطق حضارية هامة جدا لعبت أدوار كبيرة في صنع التراث الإنساني أو التاريخ الإنساني القديم. الحفاظ على التراث العماني شكل ركيزة أساسية للدولة، باعتبار أن التراث عنصر أساسي في تشكيل الهوية الوطنية. وعلى كل شبر من أرض السلطنة تتوزع مفردات تراثية تشهد على براعة الإنسان العماني في المعمار والبناء.